السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم في فرع النصوص وهو بعنوان سليمان والحمامة. أولا نبذة عن الشاعر. الشاعر هو أمير الشعراء أحمد شوقي، ولد عام 1868 ميلادية، وله العديد من دواوين الشعر جمعت باسم الشوقيات ولقب بأمير الشعراء عام 1927 وتوفي سنة 1932. جو النص. في يوم ما من الأيام أرسل سيدنا سليمان حمامة إلى أحد حكامه بثلاث رسائل، وأرادت الحمامة أن تعرف ما في هذه الرسائل، فماذا فعلت؟ دفعها سوء خلقها إلى فتحها وعلمت أن ما بها كان لرفعة شأنها، وهنا علمت أنها أساءت الظن بنبي الله وأنها خانت الأمانة وندمت على ذلك، ولكن الندم لا ينفع بعد فوات الأوان. الفكرة الأولى في النص بعنوان مكانة الحمامة عند سليمان. يقول الشاعر: كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة، خدمته عمرا مثل ما قد شاء صدقا واستقامة، فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلامة، والكتب تحت جناحها كتبت لها فيها الكرامة. معاني الكلمات: ابن داود هو سيدنا سليمان عليه السلام، يقرب أي يدني، عمرا زمنا طويلا، شاء بمعنى أراد، صدقا أي إخلاصا، واستقامة هي الاعتدال، مضت بمعنى ذهبت، عماله ولاته ونوابه في الحكم، الكتب هي الرسائل، الكرامة يقصد بها هنا العز والشرف. شرح الأبيات: كان سيدنا سليمان عليه السلام يقرب منه حمامة لأنها خدمته زمنا طويلا بصدق وإخلاص واستقامة. انطلقت هذه الحمامة إلى عماله أي ولاته يوما تبلغهم سلامة، وتحت جناحها رسائل كتبت لها في هذه الرسائل العزة والكرامة. من مظاهر الجمال في الأبيات: ابن داود، تعبير عن سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام. يقرب، تعبير يدل على علو شأنها أي شأن الحمامة، ومجالسه جاءت جمع والجمع يفيد الكسرة. خدمته عمرا، توحي بطول مدة خدمة الحمامة لسيدنا سليمان عليه السلام. صدقا واستقامة، العطف يوحي بشدة الإخلاص. فمضت، الفاء تفيد السرعة أي سرعة استجابة الحمامة لأوامر سيدنا سليمان عليه السلام. يوما، جاءت نكرة للشمول والعموم، تبلغهم سلامة تعليل لما قبله. الكتب تحت جناحها، تشبيه للحمامة برسول مبعوث لتحية العمال، وهو أيضا تعبير على حرص الحمامة على الرسائل. كتبت لها فيها الكرامة، تعبير يدل على إكرام سيدنا سليمان عليه السلام للحمامة، وتقديم الجار والمجرور في قوله لها يفيد التوكيد والاهتمام. الفكرة الثانية: خيانة الأمانة. يقول الشاعر: فأرادت الحمقاء تعرف من رسائله مرامة، عمدت لأولها وكان إلى خليفته برامة، فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة، ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة. من معاني الكلمات: الحمقاء أي قليلة العقل ومضادها العاقلة، تعرف أي تفهم أو تدرك ومضادها تجهل، مرامه بمعنى قصده، عمدت أي قصدت والمضاد أخطأت، خليفته هو نائبه، رامة مكان في البادية، يأمر بمعنى يكلف والمضاد
ينهى، وفوها أدوا حقها كاملا. الرعاية بمعنى العناية ومضادها الإهمال. الرحيل أي السفر ومضادها الإقامة. أما الإقامة بمعنى الاستقرار ومضادها الإقامة. شرح الأبيات: تصرفت الحمامة تصرفا أحمقا، فأرادت أن تعرف ما في الرسائل، ففتحت الرسالة الأولى فوجدت فيها أمرا لعامله بأن يلبسها تاج الكرامة وأن تعطى حقها في الرعاية في السفر وفي الإقامة. من مظاهر الجمال: الحمقاء وصف يوحي بضعف العقل وسوء التصرف. من رسائله: تقديم شبه الجملة يفيد القصر والتخصيص. البيت السادس هو نتيجة للبيت الخامس، وفيه تعبير يدل على خيانة الأمانة. تاجر للحمامة، تعبير يوحي بمكانتها، وفيه تشبيه للحمامة بملكة متوجة، وكلمة تاج جاءت نكرة للتعظيم. وفوها الرعاية، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد، وتستطيع أن تقول الإلزام والوجوب لأن سليمان نبي وملك. الرحيل والإقامة، بين الرحيل والإقامة تضاد يبرز المعنى، وأيضا هنا يفيد الشمول والعموم. الفكرة الثالثة: مضمون الرسالة. يقول الشاعر: ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتت لثالثها ولم تستح أن فضت ختامة، فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة، فبكت لذاك تندما هيهات لا تجدي الندامة. معاني الكلمات: يشير بمعنى يوصي، ورياضا أي بساتين ومفردها روضة، تهامة هي أرض منخفضة في الحجاز واليمن. أتت بمعنى قصدت وعمدت. تستحي أي تخجل ومضادها تجرؤ. فضت أي فكت ومضادها أغلقت. ختامه هو ما يختم به الشيء. الزعامة أي الرياسة. هيهات هو اسم فعل بمعنى بعدة. تجدي بمعنى تنفع ومضادها تضر. الندامة بمعنى الأسف والحسرة. الشرح: وفتحت الثانية أي الرسالة الثانية، فوجدت سليمان يأمر لها بحدائق في تهامة، وفي الثالثة وجدت أمرا بأن يكون لها الزعامة على الطيب، فبكت من شدة الندم، ولكن لا ينفع الندم بعد فوات الأوان. من مظاهر الجمال: تعطى بني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل، وفيه إيجاز جميل. رياضا جاءت نكرة للتعظيم، وأيضا جمع للكسرة، وهي توحي بعظمة الجزاء. لم تستح تعبير يدل على أن خيانة الأمانة ليست من الحياء، وفيه تحقير لفعلها. فبكت تعبير يدل على الندم، والفاء تفيد السرعة، وهي نتيجة لما قبلها. هيهات توحي بالاستحالة. لا تجد الندامة تشبيه للندامة بإنسان يعجز عن النفع. وأخيرا تدريب يجيب عليه الطالب. يقول الشاعر: كان ابن داود يقرب في مجالسه حمامة، خدمته عمرا مثل ما قد شاء صدقا واستقامة، فمضت إلى عماله يوما تبلغهم سلامة. السؤال الأول: هات في جمل مرادف خدمته، شاء، مضت، عماله، مرامة. وهات مضاد يقرب خدمته، الحمقاء، صدقا، استقامة، الكرامة. وهات مفرد الكلمات الآتية: مجالسه، عماله، الكتب، رسائله.
وهذا جمع عمرا وجناحها. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فشاركوه ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإذا كانت لديكم أي تساؤلات فاتركوها في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.